مالك؟ مالك يا عجل خيط؟ ما هو خيط؟ من العجل خيط؟ من العجل الخيط؟ والمدير حقك ما ربي جوابك على إجازة، قدمنا إجازة ما ربي جوابك، كيف؟ إجازة؟ عادك أخذت إجازتك السنوية؟ السنوية؟ مو بعد السنوية، أنا قدمت إجازة طارئة طارئة طارئة. ليش؟ تعبت؟ كل يوم دوام من البيت للعمل من البيت للعمل من البيت وكل التوقيت وانزل توقيت وانزل تعب وضح خلاص خلاص ده ما دام انت تعبان وما مش داعي انك تزعل نفسك في هذا الموضوع والحل بسيط ما هو الحل سبني به نسعفك المستشفى ما هو المستشفى وضع المستشفى كيف قصدي الحل انك تتعين مرض وناخذك المستشفى يعملوا لك تقرير طبي يوضح انك مريض قوي وبحاجه لاجازه مرضيه قويه تمام تمام والله انك بقري عبقري قوي فكرت انا مني قبل ما جيت في لازم وما جيت في لازم انا خذي ايوه صح اه مالك أضمن دمرات مش هانا عم تسعبني أنت سعبونا خلاص يا عقيل خلاص خلاص ولا تقلق ولا تقلق يا عقيل الآن الدكتور هذا طيب هيكتب لك ورقة انك مريض وتحتاج اجازة ماله مريض مريض يا دكتور مريض امسك كيفوها ايش الذي حصل له بالضبط ها الذي حصل مالك يا دكتور مالك الذي حصل حصل ما هو يا دكتور كنا في العمل ها وفجأة دوخ دوخ وطرح على الأرض وطرش بعدي هذا ثانية بسيطة بسيطة هذه الحالة مفهومة خير يا دكتور جلطة في الدماغ جلطة في الدماغ عقلي ليش عملت بصاحبي يا كبير يا دكتور وبخير؟ أنا جبت له عندكم تعملوا له إجازة بس. إجازة. أحمد الله بدل الإجازة خرجناه لك تقاعد. ما ادري ان الله يا دكتور ما هو بوب طرح على الارض فجأة و طرش مالك يا دكتور ايش الذي حصل مالك حصل الذي ما هو ما كان جيتك خير يا دكتور جلطة في الدماغ يرحلة ما هي قوية الحلا جلطة في الدماغ ها
انا عاد عايز ارسل ايمن خالد خالد انا عاد عايز بسيطة بسيطة، هذه الحالة مفهومة. خير يا دكتور. الشعر من اي وحرام؟ الشعر 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 نزل له. نزل نزل الشعر. شنو قال؟